نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون المستقبل وفيها. Sondern der Libanon ist uns wichtig. وزيرا الخارجية التركي والألماني في بيروت لمباركة انتخاب رئيس الجمهورية ويدعوان إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. آليتنا مستنفرة موجودة بالمراكز الجبلية العليا. بعد ثلاثة أيام من العاصفة الماطرة المنخفض الجوي انحسر تدريجيا. كتائب الأسد تحشد لحرب شوارع في حلب والمعارضة تتهم روسيا بالمماطلة بشأن إنهاء معاناة حلب. صباح الخير. شهدت بيروت نشاطا دبلوماسيا تمثل بجولة لوزير الخارجية الألماني وأخرى لوزير الخارجية التركي لمباركة العهد الجديد مع الدعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وزير الخارجية التركي مولود جاويتش أوغلو الذي اختتم لقاءاته بعشاء تكريمي في بيت الوسط أقامه على شرفه الرئيس سعد الحريري كان قد قال خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين أن بشار الأسد لا يمكنه أن يبقى في السلطة فهو مسؤول عن سقوط آلاف الضحايا. في إطار الزيارات التي يقوم بها مسؤولون عرب وأجانب إلى لبنان بعد انتخاب الرئيس وعملية التكليف، تأتي زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إلى بيروت. في قصر بعبدة حمل رئيس الجمهورية ميشيل عون أوغلو تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته، فيما أكد أوغلو متابعة تركيا باهتمام التطورات الإيجابية التي رافقت انتخاب الرئيس عون، لافتا إلى أن بلاده على ثقة أن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد في تقوية العلاقات الثنائية خصوصا في المجال الاقتصادي وفي إطار التعاون الإقليمي. وأعلن أوغلو ترحيب بلاده بزيارة يقوم بها الرئيس عون إلى تركيا وزيارة مماثلة للرئيس أردوغان إلى لبنان. وفي عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو والوفد المرافق والسفير التركي تشاغاتي أرسياز وعرضوا الأوضاع في لبنان والمنطقة. وإلى بيت الوسط انتقل الوفد التركي برفقة السفير حيث كان في استقبالهم الرئيس سعد الحريري وجرى البحث في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين قبل أن يقيم الرئيس الحريري مأدبة عشاء تكريمية على شرف الوزير التركي والوفد المرافق واستكملت خلالها مواضيع البحث. وفي المصيدبة استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام وزير الخارجية التركي في حضور سفير تركيا والوفد المرافق وتم عرض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وبعد اللقاء توجه الرئيس سلام والوزير أوغلو والوفد المرافق إلى مسجد المصيدبة حيث أدوا صلاة الجمعة. وإلى قصر بوستروس توجه المسؤول التركي للقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي قال إن موقف لبنان واضح فهو لن يتدخل بما يجري في سوريا لأن القرار يعود للشعب السوري. أما أوغلو فشدد على أهمية الأمن والاستقرار في لبنان مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة إيجابية على صعيد العملية الديمقراطية اللبنانية. بالنسبة لسوريا هناك ضرورة لوقف إطلاق النار لا سيما في حلب حيث الوضع مثير للقلق والحل السياسي هو الأنسب. إعلان الهدنة في سوريا سيساهم بحل في هذا البلد ولابد من التسلح باستراتيجية أقوى لمكافحة منظمات كداعش والنصرة. لا أحد ينكر مسؤولية الأسد عن سقوط آلاف الضحايا في سوريا وهو لا يمكنه أن يبقى في السلطة. وبعد المؤتمر الصحفي المشترك بين باسيل وأوغلو وصل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى وزارة الخارجية فعقد لقاء ثلاثي لبناني تركي ألماني. بدوره شدد وزير الخارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين شدد على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين بدأ وزير خارجية ألمانيا فرانك والتر شتاينماير لقاءاته مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وجرى البحث في الأوضاع الداخلية والإقليمية إضافة إلى مكافحة الإرهاب ومسألة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان. شتاينماير هنأ الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية مشيرا إلى أن انتخابه يشكل ضمانا للاستقرار في لبنان إضافة إلى العمل مع القوى السياسية كافة على تشكيل حكومة جديدة
جديدة. وأكد الرئيس عون استمرار الجهود من أجل النهوض بلبنان، لافتا إلى وجود مؤشرات تعد بإمكان تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، وأعلن أمام ضيفه أنه سيعمل على إعداد خطط لاستنهاض اقتصادي في البلاد. واستكمل الوزير الألماني جولته في عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور السفير الألماني مارتن هوت، وجرى البحث في الوضع اللبناني والأعباء التي يواجهها لبنان جراء قضية النازحين السوريين، كما تطرق إلى التطورات في المنطقة. وأشاد الوزير الألماني بالجهود التي بذلها الرئيس بري في المحافظة على البلد وجمع اللبنانيين إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية. وفي المصيد بزار شتاينماير رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وجرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. بعد ذلك زار الوزير الألماني بيت الوسط، وعقد مع الرئيس المكلف سعد الحريري محادثات تناولت أبرز التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية وتداعيات ما يجري في سوريا والمنطقة على لبنان، وأكد مجددا على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وكان شتاينماير قد اجتمع مع الوزير جبران باسيل، وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد الوزير الألماني أن انتخاب رئيس في لبنان يعني لألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تحقيق الأمن والاستقرار، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا من أجل عودة النازحين إلى بلادهم، كما أعلن عن زيادة المساعدات الألمانية للبنان بقيمة 10 ملايين يورو. انتخاب رئيس الجمهورية بالنسبة للألمان والأوروبيين يحقق الاستقرار في لبنان ويؤدي إلى التغلب على الجمود الداخلي والفراغ، وذلك يشير أيضا إلى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، وهذا رمز أن لبنان لديه إمكانية للتعايش السلمي والعيش المشترك بين مختلف فئات المجتمع اللبناني. الوزير باسيل شدد بدوره على ضرورة زيادة المساعدات للبنان ودعم مؤسسات الدولة من أجل مواجهة قضية النزوح السوري ومعالجة هذه الأزمة، آملا أن توضع أولويات الشراكة التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ. شتاينماير الذي جلى على عدد من المسؤولين كان قد تفقد مخيما للنازحين في البقاع وزار متوسطة حوش الأمراء الرسمية في زحله. إلى ذلك وصل إلى لبنان مساء أمس وزير خارجية كندا ستيفان ديون، يرافقه النائبان الكنديان من أصل لبناني إيفا نصيف ومروان طبارة، في إطار زيارة للبنان تستمر 3 أيام يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أوضحت فيه أنه وفقا لما صدر عن وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضية، فقد أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون حرصه على هواجس الجميع وتصميمه على معالجتها، متوجها بدعوة أبوية إلى أي مسؤول أو سياسي للاجتماع به في القصر الجمهوري لكي يودع هواجسه لدى الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى تحقيق عدالة التمثيل في السلطات الدستورية، كما على حسن عملها وفقا لأحكام جوهر الدستور ونصه، طالما أن الغاية هي المصلحة الوطنية العليا. عرض رئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط مع السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الحريري اجتمع إلى وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور السفير لبنان في أبوظبي حسن سعد، وخلال اللقاء أكد البرمتة ثقة الانتشار اللبناني بالرئيس الحريري آملا بأن تتشكل الحكومة سريعا ويستعيد لبنان دوره، مبديا الاستعداد للانخراط في مسيرة الوحدة والأعمار. أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن كلامه أمام مؤتمر الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية لا يمثل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، والتي لا تزال ملتزمة إقرار قانون جديد للانتخابات مبنيا على النظام الانتخابي المختلط. ردا على اتهام تيار المستقبل بأنه وراء فتح باب التمديد مجددا لمجلس النواب، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن كلامه أمام مؤتمر الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية لا يمثل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، والتي لا تزال ملتزمة إقرار قانون جديد للانتخابات مبني على النظام الانتخابي المختلط بين الأكثري والنسبي، والذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات
اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وشدد المكتب الإعلامي للمشنوقة على جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وشرح أن قول الوزير المشنوق إن أي قانون جديد يحتاج وقتا طويلا أي أشهرا وليس سنوات لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين ليس موقفا يبشر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها، بل هو موقف إجرائي تقني مبني على تقييم بأن أي تغيير في النظام الانتخابي أو في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها سيؤدي إلى تغيير جذري في منهجية عمل الإدارة. وأوضح المكتب الإعلامي للمشنوق أن مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر بإجراء الانتخابات بناء على القانون النافذ، أما صلاحية إقرار قانون جديد للانتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي، مع العلم أن هناك مشاريع قوانين عديدة للانتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تم دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة. وختم البيان: إذا كان هناك لدى القوى السياسية النية الجدية والصادقة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبناء على قانون جديد، فعلى المجلس النيابي إقرار قانون جديد للانتخابات بسرعة قصوى، لأن المهل الانتخابية بدأت تداهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل. عيتان وخير يتفقدان المبنى المهدد بالسقوط في المسيطرة. أهلا بكم من جديد. المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان منذ 3 أيام بدأ بالانحسار التدريجي مخلفا أضرارا مادية بفعل الرياح القوية. يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار متفرقة من دون تعديل في درجات الحرارة. وكما جرت العادة فإن المنخفض الجوي لم يمر دون أضرار في مختلف المناطق، ففي صيدا أدت الرياح إلى سقوط أشجار في محيط ساحة النجمة وعند مدخل ثانوية رفيق الحريري، ما أدى إلى تقطع أسلاك الكهرباء في المكان وإغلاق الطريق المؤدية إلى داخل حرم المدرسة. كذلك تطايرت بعض اللوحات الإعلانية على أوتوستراد صيدا صور. وقد أبقت العاصفة حركتي الملاحة البحرية والصيد البحري متوقفتين في مرفأ المدينة لليوم الثالث على التوالي. وفي سور والعباسي حولت مياه الأمطار بعض الشوارع والأحياء والمساكن إلى مستنقعات متسببة بأضرار في المستودعات والمحتويات والأثاث، وسط محاولات حثيثة من قبل المواطنين لسحب المياه بواسطة موتيرات الشفط. مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسان لم تسلم هي أيضا من العاصفة التي أغرقت أكثر من 1060 خيمة وشردت 250 عائلة. وقد سارعت فرق الإغاثة في بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان إلى سحب المياه وتحديد الاحتياجات وتقييم الأضرار بغية معالجتها. أما في الهرمل وبعد جهود دامت 3 ساعات تمكنت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع الجيش من إنقاذ 6 شبان حوصروا في الثلوج في جيب شيروكي في محلة عين البيضاء على طريق الهرمل سير الضنية. ومواكبة للمخافض الجوي قام وزير الأشغال العامة والنقل غازي الزعيتر بجولة استهلها من كفرشيمة، حيث تفقد الأشغال الجارية لتنظيف مجاري الأنهر وشبكات تصريف مياه الأمطار. آليتنا مستنفرة موجودة بالمراكز الجبلية العليا، إن كان ظهر البيدر، الأرز، عيناتا، فريع، عيوني السيمان، اللؤلؤ، فرزبيان، يعني كل المناطق الجبلية، بحيث أنه ما حدا يتأثر من أهلنا ومن ناسنا من المواطنين بأي يعني حادث بيحصل له. بنتمنى على ناسنا، وهذه يمكن تبليغات او ابلاغات عم تكون من قوى الامن الداخلي انه يتوخوا بهالايام هذه التنقل بين هذه المناطق، بس هذا بتمنى، ولكن كاداره وكاجهزه موجوده على الارض. كثافه الامطار انعكست على نهر بيروت الذي ارتفع منسوب المياه فيه بعد موسم طويل من الشح. غداة إخلائه من قاطنيه وافق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على قرار مجلس بلدية بيروت بإعطاء مساعدة اجتماعية فورية لشاغلي المبنى المهدد بالانهيار في منطقة المسيطبة قيمتها 5,400,000 ليرة لبنانية لكل عائلة، وذلك لمساعدتها في تأمين مسكن بديل. هذا وقد تفقد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ورئيس الهيئة العليا للإغاثة لواء محمد خير المبنى.
بعد إخلاء المبنى المهدد بالانهيار في منطقة المصيطبة حرصا على سلامة سكانه، وبخاصة بعد إرسال فريق مختص للكشف عليه، حيث تبين أن المبنى معرض جديا للتداعي في أي وقت وتحديدا في فصل الشتاء بسبب الأمطار. تفقد رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المكان برفقة استشاريين للكشف على الموقع. وقد أكد عيتاني أن البلدية لن تتأخر عن القيام بأي جهد لتأمين مأوى للسكان المعرضين للخطر، كون المبنى لا يشكل خطرا فقط على القاطنين فيه وإنما على المارين وعلى الأبنية المجاورة. معنا فريق هندسي من شركة هندسية متخصصة للكشف على المبنى والاطلاع على الحل الأنسب، هل هو ضروري الهدم بأسرع وقت ولا ممكن يدعم ويتصلح بعد ما في شيء واضح 100%. بالنسبة لمحاسبة المسؤول، محاسبة المسؤول، قبل ما تحاسب المسؤول بدنا نعرف شو السبب يلي صار. أول شيء ندرس الملف، بس نخلص دراسة الملف نبني على الشيء مقتضى. بعد الدراسات اللي عملت من قبل رئيسة البلدية، نحن كمان توجهنا كتاب من سعادة المحافظ حتى نقوم إشراف على عملية بعد الإخلاء والدراسة والاختبار، المختبر اللي بدنا نشوف إذا كانت تتحمل دعم دعم الإنشاء أو عملية الإهبار. هي بتجي بالمرحلة الثانية بالتنسيق أكيد مع حضرة رئيس البلدية. كما تمنى اللواء خير على كل المواطنين الذين يشعرون بخطر يهدد المبنى الذي يعيشون فيه التبليغ فورا حفاظا على سلامتهم. استعجل المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تغيير المستقبل في بيان إثر اجتماع استثنائي قرار نقابة المهندسين القاضي بإخضاع خريجي كليات الهندسة في الجامعة اللبنانية لامتحان الكولوكيوم من أجل الانتساب إلى النقابة. كما استعجل المكتب عملية الالتفاف على القوانين التي استثنت خريجي كليات الهندسة في الجامعة اللبنانية وخضوعهم لامتحان الكولوكيوم باعتبارها الجامعة الوطنية الوحيدة على أراضي الجمهورية اللبنانية والتي يجب أن تعتبر معيارا وحيدا يحتذى به على الصعيد الأكاديمي. وفي النشرة تتابعون أيضا بعد الفاصل. طهران تهدد بإحراق الاتفاق النووي ردا على تمديد العقوبات الأمريكية. نواصل تقديم النشرة. غابت في الساعات الماضية الضربات الجوية على أحياء حلب الشرقية بسبب الطقس العاصف وحضر مكانها القصف المدفعي المكثف، فيما تستعد قوات النظام السوري لحرب شوارع بعد انحسار العاصفة. تزامنا استبعدت المعارضة التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن حلب واتهمتها بالمماطلة، فيما عمت التظاهرات مناطق سورية عدة نصرة لحلب المنكوبة. غضب الطبيعة أعاق عمليات المقاتلات الأسدية والروسية التي استراحت بفعل العاصفة الجوية وعلقت غاراتها الهمجية على أحياء حلب الشرقية، ولكن المدفعية لا تعرف الراحة، فهي دكت هذه الأحياء المحاصرة والمنكوبة فيما انتشر المئات من جنود الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة تمهيدا لحرب شوارع في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب. وسط هذه الأجواء استبعدت المعارضة السورية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن حلب متهمة إياها بالمماطلة وعدم الجدية خلال أول محادثات تجريها موسكو في تركيا مع جماعات معارضة من حلب. في سياق متصل كشف رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد الزعبي أن فصائل الجبهة الشمالية طالبت بحماية المدنيين في حلب من القصف وإخراج الجرحى والمصابين من المدينة وفق ممرات آمنة وليس كما جرى في السابق. أما روسيا فأصرت على خروج نحو 900 مقاتل من جيش الفتح، وهو العدد الذي اعتبرت المعارضة أنه مبالغ فيه. ونصرة لحلب الجريحة، خرجت تظاهرات حاشدة في مناطق إدلب وريفها والغوطة الشرقية وسط دعوات لإسقاط النظام وتوحيد فصائل المعارضة ورفع الحصار عن أحياء حلب المنكوبة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة. ويلا ارحل يا بشار. وبعيدا من حلب، خرجت الجمعة الدفعة الأولى من مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم من مدينة التل بريف دمشق باتجاه إدلب ضمن اتفاق مبرم مع قوات الأسد التي هددت بقصف المدينة في حال رفضوا مغادرتها.
وإلى دمشق القديمة، حيث شب حريق ضخم في سوق الحميدية للمرة الثانية هذا العام، والتهم الحريق 13 متجرا مخصصا لبيع الملابس والقماش، وقد أتت النيران على بعض المحال بالكامل، فيما أصيبت متاجر أخرى بأضرار طفيفة، كما سجلت حرائق أخرى ربما بسبب احتكاك كهربائي في أماكن متفرقة من العاصمة. تظاهرات التضامن مع حلب امتدت إلى لبنان، وتحديدا في ساحة سمير قصير، حيث اعتصم قطاع الشباب في تيار المستقبل رفضا لتقاعس المجتمع الدولي عن وقف الجرائم والمجازر المرتكبة بحق حلب. كربلاء العصر حلب، من أجل ما تواجهه من قتل وتدمير وحشي وإبادة يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، نفذ قطاع الشباب في تيار المستقبل وقفة رمزية في ساحة سمير قصير في وسط البلد. المعتصمون استنكروا تدخل حزب الله السافر في معارك حلب، داعين الشعب اللبناني إلى إبداء موقف حازم من أجل عودة الحزب من سوريا. أنا اليوم كلبناني للأسف بخجل بمحل، عم بخجل من لبنانيتي، لأنه في جزء من اللبنانيين ملطخة إيديهم ومشاركة بشكل مباشر بقتل وذبح الأطفال السوريين، بقتل وذبح أطفال حلب. فأنا اليوم بطالب مجددا، بعد ما كنا كتيار مستقبل وكقيادة تيار مستقبل ممثلة بالرئيس الحريري، نأينا بنفسنا عن المشاركة بأنه تتلوث إيدينا بالدم السوري، إن كان مع المعارضة أو إن كان مع الموالاة. كما استغرب المعتصمون صمت المجتمع الدولي حيال جرائم الحرب، مؤكدين أن قضية الشعبين السوري والفلسطيني ستنتصر. على هامش مؤتمر حوارات المتوسط المنعقد في روما، التقى وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري وروسي سيرجي لافروف. وذكرت الخارجية الأمريكية أن البحث تناول سبل تفعيل المناقشات بشأن سوريا وأفاق الانتقال السياسي، وأضافت أن كيري أعرب عن قلق واشنطن العميق إزاء الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب. هذا ويجري دبلوماسيون أمريكيون وروس محادثات تقنية في جنيف مطلع الأسبوع المقبل، على أن يلتقي كيري ولافروف مجددا في مدينة هامبورغ الألمانية يوم الأربعاء. رأت الخارجية الإيرانية أن تمديد مجلس الشيوخ الأمريكي للعقوبات على طهران يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي، والذي هدد خطيب طهران بإحراقه ردا على الإجراء الأمريكي. هذا وكشفت مصادر في الكونغرس أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران لا علاقة لها بالملف النووي. لم يتأخر الانتقاد الإيراني لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد العقوبات ضد طهران لعشر سنوات، فقد اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن هذا الإجراء ينتهك الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى العالمية الست، مضيفا أن التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية. من جهته كشف النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا تابش أن 145 نائبا وقعوا على مشروع قرار عاجل لمنع شراء السلع الاستهلاكية الأمريكية ردا على تمديد واشنطن العقوبات على طهران. وكان الكونغرس الأمريكي صوت بغالبية 99 صوتا وبدون اعتراض أي عضو على تمديد العقوبات ضد إيران، والتي يفترض أن تنتهي في نهاية العام الجاري 10 أعوام، وذلك بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي، ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يدخل حيز التنفيذ. النص الذي سمي بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران يشمل عقوبات ضد القطاع المصرفي لإيران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع. وقد حذر سيناتوران ديمقراطيان من أنه ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق النووي مع الغرب، وذلك خصوصا من خلال إعادة فرض عقوبات عليها. يشار إلى أن واشنطن علقت عقوباتها على طهران بسبب برنامجها النووي، ولكنها لا تزال تفرض عقوبات أخرى عليها على خلفية انتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب في الشرق الأوسط وبرنامجها للصواريخ البالستية. ويبقى في الختام التذكير بعناوين النشر. Sondern der Libanon ist uns wichtig. وزيراء الخارجية التركي والألماني في بيروت لمباركة انتخاب رئيس الجمهورية، ويدعوان إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. آليتنا مستنفرة موجودة بالمراكز الجبلية العليا. بعد ثلاثة أيام من العاصفة الماطرة المنخفض الجوي انحسر تدريجياً.
كتائب الأسد تحشد لحرب شوارع في حلب، والمعارضة تتهم روسيا بالمماطلة بشأن إنهاء معاناة حلب. إلى هنا تنتهي نشرتنا الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي.